على اكبر بيده الرايه كفر والنصر رايه يوم المرجله شاد سيفه وهز بيمينه رايد ينصر حسينه بن عبد الولد شاد سيفه هز بيمينه رايد ينصر حسينه بن عبد الولد الرايه على الأكبر بيده الراية كفر والنصر راية يوم المرجلة شاد سيفه هز بيدينه راية ينصر حسينه بن عبد الولى وبيده الراية فين اللي قطع راسه حيدر علي سلسل الميدان في الحومة فارس داير عزومة هل أكبر علي وبيت الراية والعلي الأعشاب من الخيام بيت الراية والعلي الأعشاب من الخيام قومي يا ليلة وهالهلي الأعشاب من الخيام قوم يا بني يا علي جدد بفرسانها وشد عليهم يا علي يا عيون شد عليهم يا علي يا عيون قال لا تبرز لابن ظالم وارجع يا البطل سالم يا بني يا علي عليه خمد انفاسه فين اللي قطع راسه بن حيدر علي سال الميدان في الحومه فارس داير عزومه الاكبر علي وبيد الرايه والعلا الاعشاب من الخيام بيد الرايه والعلا الاعشاب من الخيام قوم يا ليل وهالهلي الاعشاب من الخيام قوم يا بني يا علي بدل بفرسان شد عليهم ها يا علي يا عيوني شد عليهم يا علي يا عيوني قال لا تبرز لابن ظالم وارجع يا البطل سالم يا بني يا علي شد عليهم قمد الناس فين اللي قطع راسه بن حيدر علي سلسال الميدان في الحومه فارس داير عزومه الاكبر علي وبيد الرايه والعلا الاعشاب من الخيام بيد الرايه والعلا الاعشاب من الخيام بيد الرايه والعلا الاعشاب من الخيام بيد الرايه والعلا الاعشاب من الخيام قومي يا ليل وهالهلي الاعشاب من الخيام بيد الرايه والعلا الاعشاب من الخيام
حسيني نظر بعينه خاف على الله شفينه يدعو بالفرج مجعل اكبر من بطولاته رايد يطفي جماته تسحر بالمهد ميدان الحرب خايف يطلب ربه الناصر في السبع الحجج اعلك شباب يا علي يا عيوني اعلك شباب يا علي يا عيوني شباب يا علي يا عيوني عليك شباب يا علي يا عيوني قوم يا ابني يا علي جد بفرسانها وقوم يا ابني يا علي جد بفرسانها وشد عليهم طلع الأكبر بيده الراية كبر والنصر غاية يوم المرجلة سيفه هز بيمينه رايد ينصر حسينه من عقد الولا وبيد الراية والعلا طلع شاب من الخيام بيد الراية والعلا طلع شاب من الخيام بيد الراية والعلا طلع شاب من الخيام ابني يا علي جدل بفرسانها قوم يا ابني يا علي جدل بفرسانها وشد عليهم يا علي يا عيوني سمع لي وشد عليهم يا علي يا عيوني قبل لا تبرز لابن غانم وارجع يا البطل سالم يا ابني يا علي شد عليه وخمة انفاسه فين اللي قطع راسه بالحيدر علي زلزال الميدان في الحومة فارس داير عزومة هل أكبر علي بيد الراية والعلا طلع شاب من الخيام بيد الراية والعلا طلع شاب من الخيام قوم يا ليلة وهالهليل طلع شاب من الخيام قوم يا بني يا جدل بفرسانها قوم يا بني يا علي جدل بفرسانها شد عليهم يلا صل علي يا علي يا عيوني شد عليهم يا علي يا عيوني الحزن خيم على ليلة دم نحر أجر سيلة ملموح الولد وخفايم جسام يا الغالي راحمني يا الغالي ما ظل لي عمل عدين اكبر وابي يمكينك قدم عمره وسنينه محزوز الولد محزوز الجسد يا اهل الخيم جاكم عليكم مولا 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 شوفوا على جدل بفرسانها قوم يا بني يا علي جدل بفرسانها وشد عليهم يا علي يا عيوني شد عليهم يا علي يا عيوني هذا الأكبر لو علي حيدر جنها معركة خيبر سلسل كربلاء وطلع الأكبر بإيده الراية كبر والنصر راية يوم المرجلة شال سيفه هز بيمينه رايد ينصر حسينه من عقد الولا وبيد الراية والعلا طلع شاب من الخيام بيد الراية والعلا طلع شاب من الخيام قوم يا ليلة وهالهيل طلع شاب من الخيام قوم يا بني يا علي جفل بفرسانها قوم يا بني يا علي جفل بفرسانها اد عليهم يا بصدر
عذاب محمد حاسه فين اللي قطع راسه بن حيدر علي اتزال الميدان في الحومه فارس داير عزومه هل اكبر علي وحيد الرايه والعلا الاعشاب من الخيام يا علي جدد بفرسانها وقوم يا بني يا علي جدد بفرسانها وشد عليهم يا علي يا عيوني وشد عليهم